هذه قد تصنع من هجم يا المطيع، قد تصنع لنفسك نعم اسم في مباراة مفصلية في مسابقة الشامبيونز. إذن نيوني يتقدم الآن لتنفيذ الركلة. نيوني سجل 1-0 لفريق سيمبا. إذن الفريق التنزاني يتقدم في النتيجة. المطيع اختار الجهة اليسرى والاختيار كان موفق، لكن هنا سددها بشكل مركز بدقة عالية. الكرة مرت بمقربة من القائم الأيسر. شوف هنا دقيقة جدا، هذه الكرات الصعبة اللي تكون قريبة من القائم. عموما الركلة الأولى إذن لفريق الوداد الرياضي. من يتقدم هو اللاعب يحيى جبران. دائما في ركلات الترجيح الأولى يكون فيها يحيى جبران، إما الأول أو الأخير. هذه المرة المدرب يعني اختار يحيى جبران أول من يسدد الركلة. نعم هي الأولى اللي فايدة الوداد الرياضي. يحيى جبران الآن يتقدم، يحيى يتقدم، يحيى يسجل، يحيى يسجل 1-1. إذا النتيجة متعادلة في هذه اللحظات. الكلمة لك المطيع، مطيع مطيع مطيع. الجماهير تحفز في المطيع، جماهير تحفز في المطيع. حارس اللي عوض تكلوتي بعد إصابة هذا الأخير. المطيع قد تكون نجم الليلة. يلا هذه شدها عندك يا المطيع، يلا هذه شدها عندك يا المطيع. من يسدد الركلة؟ إن شاء الله ضايع، إن شاء الله ضايع هذه الكرة. إذن المطيع جيبها يا المطيع، كورتك يا المطيع، ما يسجلش يا المطيع. صايدي يتقدم الآن لتنفيذ الركلة الثانية. كورتك هذه المطيع، كورتك يا المطيع، لا بقى في مكانه المطيع، بقى في مكانه المطيع. إذن 2-1 لفريق سيمبا. هذه الإعادة مجددا، كرة في جهة الحارس، اختار هذه المرة الجهة الخطأ. إذا 2-1 لفائدة فريق سيما. من سيتكلف بتسديد الركلة الثانية لفريق الوداد الرياضي؟ هو أيوب العملود. نعم أيوب العملود يتقدم الآن لتنفيذ الركلة. حكام يعطي إشارة التنفيذ. أيوب العملود يتقدم الآن، العملود يسجل 2-2. 2-2 النتيجة تتغير في هذه اللحظات. الركلة الثالثة لفريق سيمبا الآن. هذه الإعادة اختيار موفق. أيوب العملود اختار الجهة اليمنى، تركيز عالي جدا. أيوب العملود يخلي الحظوظ قائمة لفريق الوداد الرياضي. إذن الركلة الثالثة لفريق سيمبا. كل ما اقتربنا من نهاية الخمس ركلات الترجيحية الأولى، كل ما اشتدت الأمور صعوبة. كابومبي يتقدم الآن لتنفيذ. مطيع يترقب، مطيع حاول يقرأها صح، حاول يتصدى. هنا كابومبي، كابومبي التالي تالي سيمبا. كابومبي المطيع، مطيع مطيع، كابومبي المطيع، وصدى، صدى المطيع، صدى المطيع. وبرافو يوسف المطيع في التصدي للركلة الثالثة مشاهدينا الكرام. هذا هو يوسف المطيع، كورتك يا المطيع. نعم جابها المطيع، جابها المطيع، جابها المطيع. هذه الإعادة مرة أخرى من هذه الزاوية. قراءة صح وتحرك صح في المكان الصح. هنا التصدى بروعة. المطيع لا تقول لي لا خبرة ولا شيء، هنا الخبرة يكسب المطيع في أول منافساته، في أول منافسات هذا الموسم في الشامبيونز. يدخل ويتأقلم مع الأجواء، يدخل بسرعة. هنا في ركلات ترجيح ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من يتقدم؟ أمين أبو الفتح، أمين أبو الفتح في الركلة الثالثة يا غاريدو. أمين أبو الفتح هو من يستعد للتنفيذ أمام الحارس جوما. يلا يا أمين. وليد الركراكي يترقب، كان وليد اليوم
هو المدرب، كان وليد هو المدرب. أمين أبو الفتح يتلقى الإشارة، أمين يتقدم، أمين يتقدم، يسجل يسجل أمين أبو الفتح. والآن التقدم لفريق الوداد الرياضي، التقدم للوداد الرياضي في هذه اللحظات، هذه الإعادة، اختيارات سائبة للاعبي فريق الوداد. هذه الطريقة نفسها اللي شفناها مع أيوب العملود، وهكذا الآهات، هكذا التفاعلات، هكذا التجاوب مع هدف اللاعب أمين أبو الفتح. يلا نريد واحدة أخرى، نريد واحدة أخرى، نريد صدة أخرى، نريد باراد آخر، نريد تصدي الكبير المطيع، نريد مطيع، نريد مطيع. هذه كرتك المطيعة. موزيس سجل، موزيس سجل في هذه اللحظات. الآن الركلة الرابعة، الركلة الرابعة لفائدة هنا فريق الوداد الرياضي. إذن عبد الله حيمود هو من يستعد لتنفيذ الركلة. مطيع، مكانك يا المطيع، مكانك يا المطيع. لازال التخوف، الكل يترقب، كل يترقب، لا شيء حسم، لا شيء حسم. عبد الله حيمود يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. عبد الله حيمود يتلقى الإشارة في هذه اللحظات. عبد الله يتقدم، عبد الله، عبد الله، عبد الله، هلا هلا يا عبد الله، هلا 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 يا عبد الله. جابها في الشباك، جابها في الشباك. عبد الله حيمود يتقدم الوداد الرياضي مرة أخرى. هذه إذا تصدى لها، إذا تصدى لها المطيع انتهى كل شيء، إذا تصدى لها المطيع انتهى كل شيء. إذن المطيع، المطيع في الركلة الخامسة إن شاء الله يجيب المطيع إن شاء الله، ونتفادى الركلة الودادية الخامسة إن شاء الله يجيب المطيع وينهي كل شيء بدون ركلة خامسة، بدون ركلة خامسة. هذه الأخيرة يا المطيع، المطيع، المطيع. هكذا يا مدرسة الوداد، هكذا ومع حراس الوداد. بونو جاب البون والعربون بان معاك يا المطيع.